بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن مؤتمر سان ريمو 1920، وقلنا ان تم تعديل اتفاقية سايكس بيكو. قالوا خلاص سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، والعراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. هنبدأ مع بعض دلوقتي في سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. خلاص نتيجة لمؤتمر سان ريمو وقعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. تعال بقى نشوف فرنسا هتعمل ايه في سوريا ولبنان، سياسة فرنسا في سوريا ولبنان. بص كده، فرنسا اول حاجة قامت باقتطاع سهل البقاع وصيدا وطرابلس وبيروت. قطعتهم منين؟ من سوريا، وضمتهم لفين؟ للبنان، لتظهر دولة لبنان الكبير. يعني لو افترضنا وقلنا ان كل ده سوريا، وهنا النقطة الصغيرة دي ايه؟ لبنان. بدأت فرنسا تعمل ايه؟ خدت اجزاء من سوريا وضمتها لفين؟ للبنان. خدت سهل البقاع والصيدة وطرابلس وبيروت، خدتهم من سوريا هو ضمتهم لفين؟ للبنان، لتظهر دولة لبنان الكبير. مش بس كده، بدأت فرنسا تعمل حاجة غريبة جدا، بدأت تقطع سوريا لدويلات صغيرة. بدأت تقطع سوريا لدويلات ايه؟ دول صغيرة. يعني دولة حلب، الدروز، العلويين، دمشق. دولة حلب والدروز والعلويين وايه؟ دمشق. يبقى نقول تاني، يبقى فرنسا عملت ايه في سوريا ولبنان؟ بدأت في اقتطاع سهل الايه؟ البقاع والصيدة وطرابلس وبيروت، خدتهم منين؟ من سوريا، ضمتهم لفين؟ لبنان، لتظهر دولة لبنان الكبير. بدأت تقطع سوريا لدويلات صغيرة، ممكن يقول لك دويلات ميكروسكوبية، يعني صغيرة، زي حلب، الدروز، العلويين، دمشق. انت دلوقتي هتسألني تقول لي طب ليه؟ ليه فرنسا تعمل كده؟ ليه تقطع سوريا الكبيرة وتكبر لبنان الصغيرة؟ لو انت تعرف عن تاريخ لبنان هتعرف ان لبنان دولة طائفية. دولة ايه؟ طائفية، يعني غير متجانسة، بعكس طبعا شعب سوريا. يعني انت لو بصيت كده على لبنان وقلت هل لبنان اللي ممكن تقاوم فرنسا اكتر ولا سوريا؟ سوريا، لان سوريا دولة كبيرة ودولة موحدة اغلبها مسلمين سنة، اما لبنان دولة طائفية، دولة غير متجانسة. فلو حصل مقاومة هتبقى المقاومة فين؟ في سوريا. هتبقى في لبنان ضعيفة، بس في سوريا ايه؟ قوية. فعشان كده الاستعمار بدأ يعمل ايه؟ بدأ يقطع سوريا اللي هتقاوم ويكبر لبنان اللي هي ايه؟ مش هتقاوم. بص الاستعمار بيعمل ايه؟ طيب يبقى دي تاني حاجة عملها الاستعمار في سوريا ولبنان. طب تالت حاجة، بدأ الاستعمار يسيطر على الاقتصاد في سوريا ولبنان. يسيطر على الاقتصاد في سوريا وايه؟ لبنان. هيسيطر على الاقتصاد ازاي؟ نوع ربط العملة السورية واللبنانية بالفرنك الفرنسي، زي ايه عندنا في مصر؟ البنك الاهلي، زي البنك الاهلي في مصر بالظبط. يبقى سيطر على الاقتصاد عن طريق ربط العملة السورية واللبنانية بالفرنك الفرنسي. مش بس كده، ده بدأ الموظفين الفرنسيين يتولوا معظم الوظائف الرئيسية في الدولة. بدأوا يتولوا معظم الوظائف الرئيسية فين؟ دي سياسة فرنسا فين؟ في سوريا ولبنان. طبعا انت هتقول لي طب ايه موقف سوريا من السياسة دي؟ بلدهم اتقطعت، صح؟ فالشعب السوري هيعلن الثورة السورية الكبرى سنة 1925. برضو شعب سوريا هو اللي عمل ايه؟ مش هتلاقي ان شعب لبنان عمل لك ثورة، برضو الشعب السوري هو اللي عمل ايه؟ الثورة اللي هي الثورة السورية الكبرى. طب اما اجي اقول لك بما تفسر، عشان الناس بتاعت ازهر، بما تفسر قيام الثورة السورية الكبرى؟ هتحكي لي على السياسة دي؟ بسبب سياسة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، اللي هو ايه؟ اقتطاع سهل البقاء والكلام ده كله، تمام؟ طيب الثورة السورية الكبرى، بدأ بقى الشعب السوري يصور. انطلقت الثورة، خرجت الثورة من جبل الدروز في سوريا، كانت بقيادة سلطان باشا الأطرش. سلطان باشا الايه؟ الأطرش. وطبعا الثورة كانت عنيفة جدا، ففرنسا استخدمت اسلوب وحشي لقواتها المسلحة عشان تخمد الثورة ضد معاقل الثوار، زي برضو عندنا في مصر اثناء ثورة 19، العنف. طب العنف ما نفعش، اتجه لسياسة الايه؟ اللين. نفس الكلام، بدأت تضرب في الثورة، ولكن طبعا السياسة، سياسة العنف مش دايما هتجيب، فلازم ترجع وتعدل سياستك. فهنلاقي نتيجة الثورة ايه؟ النتيجة ان فرنسا عدلت سياستها الى سياسة اللين، وقالت، اتفقت مع الحركة الوطنية في سوريا، قالت لهم ايه؟ قالت لهم انا هعمل لكم حاجة اسمها الجمعية التأسيسية. الجمعية الايه؟ الجمعية التأسيسية دي هتعلن لكم بعد كده الجمهورية السوري، وتبقوا دولة جمهورية، ويبقى لكم دستور ولكم برلمان. طيب الشعب السوري قبل بكده؟
رفض الشعب السوري الجمعية التأسيسية. قال لا احنا مش عايزين الكلام ده ومش عايزين جمهورية. مش عايزين جمهورية يا ابني انت مجنون يا ابني انت. هو قال لك احنا مش عايزين الكلام ده. مش عايزينه ليه؟ قال احنا مصرين ان تكون دولتنا دولة مستقلة ولها دستور ولها برلمان. اهم حاجة تكون دولة ايه؟ مستقلة ولها دستور ولها ايه؟ اما تديني دستور وبرلمان وانا مش مستقل ما ينفعش. فلقينا ان موقف السوريين ايه او موقف الفرنسيين ايه؟ الفرنسيين قالوا لا ما احنا مصرين ان احنا تكون لنا اليد العليا في البلاد. تكون لنا اليد العليا فين؟ يبقى الحكم الفعلي في ايد مين كده؟ فرنسا. والحكم الشكلي برضو في ايد كده مين؟ السوريين او الحركة الوطنية السورية. فعشان كده بيقول لك ان وقعت الحركة الوطنية في سوريا على طرفي نقيض خلاف ما بين الحركة الوطنية وما بين الفرنسيين. الخلاف ده الخلاف ان السوريين مصرين احنا عايزين دولتنا دولة مستقلة لها دستور لها برلمان. اما الفرنسيين قالوا لا احنا عايزين تظل لينا اليد العليا في توجيه البلاد. اليد العليا في توجيه ايه؟ حتى لو بقى عندك حكومة وطنية وبقى عندك دستور وبرلمان برضو احنا اللي لينا اليد العليا في توجيه البلاد. عشان كده بقى في خلاف زي ما الخلاف ده كان موجود عندنا فين؟ في مصر. فضلت الاحداث ماشيه على كده لحد ما تم عقد معاهده اسمها معاهده 1936. وشفنا ان المعاهده دي كان عندي معاهده خدناها قبل كده معاهده مصر وبريطانيا معاهده 36. دلوقتي بنشوف برضه معاهده 36 بس ما بين فرنسا وسوريا. طيب ليه تم عقد معاهده 36 ما بين فرنسا وسوريا؟ لان اجواء العالم منذ منتصف الثلاثينات يعني سنة 1935 كانت ملبدة يعني ملتهبة بغيوم حرب عالمية جديدة. العالم بيقول ان في حرب عالمية جديدة هتحصل ليه الحرب العالمية التانية بسبب غزو ايطاليا للايه؟ للحبشة. قلنا ده تهديد بقيام حرب عالمية تانية فحرب هتحصل. فهنا فرنسا خايفة ان يحصل الحرب والشعب السوري عمال يعمل في ثورات ما تقدرش تسيطر على الشعب. طب هنعمل ايه؟ فهنا فرنسا قالت انا هعمل معاهدة مع سوريا علشان ما تعملش عليا ثورة اثناء الايه؟ اثناء الحرب. فهتعمل معاهدة 36. طب ركز معايا كده نصوصها بتنص على ايه؟ هو حاجة واحدة يتم وضع امكانيات سوريا في خدمة اهداف فرنسا. يتم وضع امكانيات سوريا كلها السياسية الاقتصادية العسكرية الاجتماعية كل ده في خدمة اهداف فرنسا في الحرب. يعني من الاخر سوريا بكل مجالاتها هتساعد فرنسا فين؟ في الحرب. انت ما جبت سيرة لبنان اللي احنا بنتكلم عن سوريا وايه؟ ولبنان. ما هو اي حاجة بتحصل مع سوريا بتلاقيها برضو بتحصل مع ايه؟ مع لبنان. يعني زي ما هيتم عقد معاهدة 36 مع سوريا نفس المعاهدة هتم عقدها مع مين؟ مع لبنان. فبنتكلم يعتبر عن حاجة واحدة. طيب دلوقتي دي المعاهدة خلاص القوات الفرنسية اتفقت مع السوريين وهنعمل المعاهدة. رايحين يبعتوا المعاهدة لمين؟ للبرلمان الفرنسي بباريس. احنا هنعمل معاهدة مع الشعب السوري واللبناني عشان يساعدونا في الحرب. هنا رفض البرلمان الفرنسي بباريس. قال لا هو انتوا بتتحايلوا على سوريا ولبنان عشان تساعدنا في الحرب؟ ده احنا واخدينها بمقتضى صك الانتداب قدام العالم كله. احنا قدام العالم كله محتلين سوريا ولبنان. انتوا دلوقتي بتتحايلوا عليهم عشان يساعدونا في الحرب وبتعملوا معاهم معاهده؟ لا هم هيساعدونا من غير ايه؟ من غير معاهده. هيساعدونا بمقتضى صك الانتداب. احنا محتلينهم وهم هيساعدونا عافيه. فعشان كده رفض البرلمان الفرنسي او الجمعيه حتى بيسموها الجمعيه الوطنيه في باريس اللي هو البرلمان الفرنسي رفض مشروعي المعاهده سواء مع سوريا او مع لبنان. قال احنا هنحكم سوريا ولبنان بمقتضى صك الايه؟ الانتداب. تاني حاجه قال لك احنا كمان هنعطل الايه؟ الدستور. واستبد الفرنسيين بالحكم. مش بس كده ده قاموا بفصل لواء اسمه لواء الاسكندرونة. اسمه لواء الايه؟ لواء الاسكندرونة ده في سوريا. تم فصل لواء الاسكندرونة في سوريا. فبنلاقي ان سنة 1939 تركيا استغلت ان اللواء ده انفصل عن سوريا واستولت عليه. ولحد دلوقتي اللواء ده موجود مع تركيا. على مين؟ على تركيا. في مشكلة في اللي انا قلته؟ نقول الكلمتين دول بسرعة تاني؟ تعال نشوف مشروع معاهدة 36 ما بين فرنسا وإيه؟ وسوريا ولبنان. طيب ليه تم عقد أو التفكير في عقد معاهدة 36 ما بين فرنسا
وسوريا ولبنان. قل لي لأن أجواء العالم كانت ملتهبة بغيوم حرب عالمية إيه؟ جديدة أو حرب عالمية تانية، لأن إيطاليا غزت الإيه؟ الحبشة. فهنا فرنسا قالت أنا لازم أحط العلاقات الفرنسية السورية على أسس متفق عليها، فهتعمل معاهدة 36 مع سوريا. نصوصها ايه؟ يتم وضع امكانيات ايه؟ سوريا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في خدمة اهداف مين؟ فرنسا. يعني سوريا هتساعد مين؟ فرنسا في الحرب. طيب لبنان نفس الكلام، هيتم نفس المعاهدة مع لبنان. طيب نجحت المعاهدة؟ لا فشلت. ليه؟ عشان البرلمان الفرنسي في باريس رفض المعاهدتين. طب رفضتها ليه؟ قال لك احنا كده كده هم هيساعدونا غصب عنهم، قالوا احنا هنحكمهم بمقتضى سبق الايه؟ الانتداب، وعطلوا الايه؟ الدستور، واستبد الفرنسيين بالحكم وفصلوا لواء الاسكندرونه واستولت عليه تركيا بعد كده. طبعا لسه قايل لكم من شويه ان اي حاجه بتحصل مع سوريا بتحصل مع ايه؟ مع لبنان. عشان كده بيقول لك تمتعت لبنان بثمار الكفاح السوري من اجل الاستقلال. يعني سوريا كل ما تعمل تصورات وقلق ضد فرنسا، فرنسا تحب ترضيها وتعمل معاها اي معاهده او اي اتفاق، فالموضوع ده برضو يتعمل مع مين؟ مع لبنان. فهنلاقي ان تم اعلان، زي ما تم اعلان الجمهوريه السوريه هيتم اعلان الجمهوريه الايه؟ اللبنانيه. تم اصدار دستور هناك، هيتم اصدار برضو ايه؟ دستور. تم عمل برلمان، هيتم عمل ايه؟ برلمان. نفس كل حاجه، ولكن قلت لك في حاجه مختلفه عن الدولتين. قلت لك سوريا دوله موحده مسلمين سنه، لبنان دوله طائفيه دوله غير متجانسه. حتى بيقول لك ايه؟ بيقول لك تبص كده على مناصب حتى الحكم في لبنان، تلاقي ان رئيس الدوله تلاقيه مسيحي من الموارنه، تبص على رئيس الحكومه او رئيس الوزراء تلاقيه مسلم سني، تبص على رئيس مجلس النواب تلاقيه مسلم شيعي. فتلاقي حتى بقيه مناصب الدوله متوزعه على الثلاث فئات. فكده لبنان دوله طائفيه ولا دوله متحدة؟ دولة طائفية دولة غير متجانسة. عشان كده بيقول لك أدى ذلك لإيه؟ لافتقاد لبنان لمفهوم الدولة الإيه؟ المتجانسة. قامت الحرب العالمية الثانية، فرنسا وضعت كل إمكانيات سوريا ولبنان، زي ما قلت لك وضعت سوريا ولبنان في خدمة قوتها الحربية، في خدمة قوتها الإيه؟ يعني سوريا ولبنان ساعدوا فرنسا في الحرب عافية، هو الحرب شغال. ولكن انا كنت بحكي لك عن الحرب العالميه الثانيه ساعه ما قلت لك بدات سنه 1939 لحد 1945، قلت لك ان في بدايه الحرب العالميه الثانيه المانيا انتصرت على مين؟ على فرنسا، واحتلت عاصمه فرنسا اللي هي ايه؟ باريس. ساعه ما قلت لك هتلر راح يتصور جنب البرج هناك. ففي بدايه الحرب العالميه الثانيه المانيا انتصرت على فرنسا واحتلت العاصمه. طب ايه اللي حصل لما فرنسا تم احتلالها؟ انقسمت حكومة فرنسا لقسمين، حكومة بقيادة المارشال بيتان. المارشال ايه؟ بيتان. الرجل ده وقع هدنة مع الالمان، وقع هدنة مع مين؟ مع المانيا، والمانيا اعترفت بيه بانه هو حاكم على وسط وجنوب فرنسا، وعرفت حكومته باسم حكومة فيشي، يعني صاحب الميول الالمانية. حدش فاهم حاجة. بالراحة. دلوقتي فرنسا اتهزمت في بدايه الحرب العالميه الثانيه، فحكومه فرنسا انقسمت لقسمين. القسم الاولاني حكومه برئاسه المارشال بيتان. الراجل ده وقع هدنه مع المانيا، يعني ايه؟ يعني استسلم لالمانيا ووقع هدنه معاها. فالالمان اعترفوا بالراجل ده، انت حاكم على وسط وجنوب فرنسا طالما انت بقيت تابع لينا. والراجل ده اتعرفت حكومته باسم حكومه ايه؟ فيشي. يعني ايه فيشي؟ يعني صاحب الميول الالمانيه. يعني الراجل ده بقى تابع لمين كده؟ المانيا. يعني بقى خاين لدولته. يبقى المارشال بتاني الفرنسي بقى خاين لايه؟ لفرنسا دولته. ده حكومه ايه؟ فيشي. طيب الحكومه الثانيه كانت بقياده الجنرال ديجول. بقياده مين؟ الجنرال ديجول اللي احنا خدناه قبل كده كان اسمه شارل ديجول، فاكرين؟ اللي هو خدناه في الجزائر. شارل ديجول. شارل ديجول ده عمل حكومه تانية اسمها حكومه فرنسا الحره، والراجل ده رفض الهزيمه، قال انا مش هستسلم، واصر على ان هو يقاوم فرنسا. طب هقاوم فرنسا ازاي وانت موجود فين؟ انت لو موجود في فرنسا المانيا هتشلوحك. انت موجود فين؟ قال انا موجود في انجلترا عند حليفته انجلترا، وقال انا بقود حكومتي هناك من انجلترا.
يبقى نقول تاني، فرنسا اتهزمت في بداية الحرب العالمية التانية، فحكومة فرنسا اتقسمت لقسمين، حكومة في قلب فرنسا وحكومة برا فرنسا. حكومة اللي في قلب فرنسا كانت بقيادة المارشال ايه؟ بيتان. الراجل ده وقع هدنة مع مين؟ مع ألمانيا، واستسلم لألمانيا، وعرفت حكومته باسم حكومة ايه؟ فيشي، يعني صاحب الميول الايه؟ الألمانية، بقى خاين. طيب الراجل التاني اللي هو جنرال دي جول ده قاعد فين؟ في انجلترا، وكان بيقود حكومته من انجلترا. طيب انت ليه بتحكي لي الحكاية دي؟ احنا بنتكلم عن سوريا وايه؟ انت ليه بتحكي لي اللي حصل في فرنسا؟ لان انا عايز اشوف بقى القوات الفرنسية اللي هي قاعدة في سوريا ولبنان، اللي محتلية سوريا ولبنان، هتأيد مين فيهم؟ هتقف مع مين فيهم؟ الطبيعي تقف مع مين؟ جنرال دي جول الراجل الحر، فرنسا الايه؟ الحرة. ولكن طبعا قلت لك اي حاجة تتوقعها في التاريخ تحصل عكسها، بنلاقي ان القوات اهو موقف القوات الفرنسية في سوريا ولبنان، بنلاقي ان اعلنت القوات الفرنسية في سوريا ولبنان ولاءها لمين؟ لحكومة فيشي. لحكومة مين؟ فيشي، حكومة الخاين. طب ليه؟ نكاية يعني غيظ عند في مين؟ في انجلترا. عند في مين؟ بالراحة. القوات الفرنسية في سوريا ولبنان قالوا لانجلترا انت كنت فين؟ انت كنت فين وفرنسا بتقع قدام المانيا؟ طب انا هأيد حكومة مين؟ فيشي. حد فاهم حاجة؟ نقول تاني. يبقى القوات الفرنسية في سوريا لبنان أيدت حكومة إيه؟ فيشي، حكومة المارشال بيتان، حكومة فيشي اللي بقى موالي لألمانيا. طب ليه ما تأيدوا الرجل الحر؟ قالك لا، إحنا عملنا كده نكاية غيظ عند في إنجلترا، لأن إنجلترا إزاي تسيب فرنسا تتهزم في الحرب؟ قالوا ده إنجلترا تخلت عن فرنسا في محنتها في الحرب وسابتها تتهزم، ده إنجلترا السبب. فعشان كده احنا هنأيد الراجل التاني عند في مين؟ في انجلترا. يبقى مش في حب في التاني، ده عند في مين؟ في انجلترا. طيب تاني حاجه قالك ان انجلترا بتسعى لطرد قواتنا من مستعمراتنا، قال انجلترا شكلها بتعمل كده وخلت المانيا تحتل فرنسا عشان انجلترا تطردنا من مستعمراتنا اللي احنا محتلينها من سوريا ولبنان والاماكن اللي احنا قاعدين فيها. هنا انجلترا بدات تفكر، قالت القوات الفرنسيه كده تبع المانيا يعتبر، طب وبعدين؟ انا ابتدي افكر ان انا ايه، ابتدي ادعم الحكومة اللي معايا اللي هي حكومة الجنرال ايه؟ دي جول، اللي حكومة فرنسا الحرة، الرجل اللي رفض الهزيمة. بدأت انجلترا تدعم حكومة فرنسا الحرة، ولقت انجلترا ان لازم تسيطر على سوريا ولبنان بسرعة بسرعة. طب ليه؟ لان قامت ثورة في العراق. قامت ثورة فين؟ العراق. اللي جاب دي اللي هقول لك، قامت ثورة في العراق. حد فاكر العراق تحت الانتداب الايه؟ البريطاني. يعني مين موجود في العراق؟ انجلترا. قامت ثورة في العراق بقيادة واحد اسمه رشيد علي الكيلاني. رشيد علي الايه؟ الراجل ده عمل ثورة في العراق ضد الوجود الانجليزي في العراق اثناء الحرب العالمية التانية، والحرب مولعة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي قالها ساعد الراجل ده المانيا. اللي قالها ساعد الراجل ده مين؟ المانيا. قالت انا هساعد الثورة العراقية. طب هتساعد الثورة العراقية ازاي؟ هتنزلي طياراتك ازاي في العراق؟ ما انجلترا قاعدة لك فين؟ في العراق. انتي بقى هتنزلي طياراتك في العراق ازاي عشان تساعد الراجل ده؟ قالت اكيد مش هعرف، انا هبتدي انزل طياراتي في مطارات سوريا وايه؟ ولبنان. طب معلش يا مستر، مين قالك ان القوات الفرنسية اللي قاعدة في سوريا ولبنان مش هتمنع المانيا؟ هي كده كده ايه؟ معاهم. انا قلت لك اعلنت القوات الفرنسيه ولا اهل حكومه مين؟ فيشي، وفيشي ده بقى مولي لمين؟ ده المانيا. فالموضوع عادي، فمش هتمنعها عادي. فعشان كده انجلترا حست ان هي في ورطه، قالت المانيا عايزه تساعد رشيد علي الكيلاني الثوره العراقيه، وهتنزل طياراتها في مطارات سوريا وايه؟ ولبنان، وعن طريق سوريا ولبنان هتبتدي تدخل للايه؟ العراق، تعمل عمليات عسكريه جوه. هنا انجلترا قالت انا في ورطه، لازم بسرعه سيطر على سوريا وايه ولبنان عشان امنع نزول الطيارات دي. فهتبتدي انجلترا تفكر ان هي تدخل سوريا ولبنان، وفعلا كانت فكره صائبه. بدات انجلترا تدخل ومعاها قوات فرنسا الحره تدخل سوريا ولبنان، ولقت هناك مقاومه ضعيفه جدا. مقاومه ايه؟ ضعيفه. طب لقت مقاومه ضعيفه ليه؟ لان القوات الفرنسيه في سوريا ولبنان اللي كانوا مفروض هيقابلوا انجلترا
كانت الروح المعنوية متدهورة. كانت الروح المعنوية ايه؟ متدهورة. لقوا نفسهم ما بيحاربوش انجلترا، دول بيحاربوا اخواتهم الفرنسيين. ما هو انجلترا بنت الناصحة وهي رايحة تدخل سوريا ولبنان، خدت في ايديها قوات فرنسا الايه؟ الحرة. الجنرال دي قال له تعالى بقى معايا ندخل سوريا وايه ولبنان، وراحت مقدمة قوات فرنسا الحرة يلا ادخلي سوريا ولبنان. فالفرنسيين اللي في سوريا ولبنان جايين بيحاربوا، لقوا نفسهم بيحاربوا اخواتهم، فكانت الروح المعنوية عندهم متدهورة. فبنلاقي ان انجلترا وقوات فرنسا الحرة سيطروا على سوريا ولبنان بسهولة جدا. تعال بقى نشوف استقلال سوريا ولبنان. شفنا انجلترا خدت قوات فرنسا الحرة ودخلت وسيطرت على سوريا ولبنان، فدخلت قوات فرنسا الحرة سوريا ولبنان تاني. ولكن قوات فرنسا الحرة اللي هي قوات الجنرال ديجول لما دخل سوريا ولبنان قال لك انا عاوز استحوذ على السلطة ورجع السياسة الاستعمارية تاني في سوريا ولبنان، وده امر رفضه شعب سوريا. شعب سوريا قال لك لا، احنا عايزين حكم ديمقراطي، احنا عايزين حكومة وطنية، الكلام ده كله. طب وبعدين؟ بيقول لك ان في حاجة غريبة حصلت. ايه الحاجة دي؟ انجلترا شايفها دي؟ دي الشريفة دي، هي الشريفة دي بقى اعلنت انها تحترم رغبات الشعوب في الاستقلال. لا اله الا الله، ده مين اللي بتقول كده؟ انجلترا. انجلترا في اثناء الحرب والدنيا مولعة بتقول يا جماعة يا شعب سوريا يا شعب يا لبنان يا شعب يا شعب، انا بحترم رغبات الشعوب في الاستقلال. فطبعا الكلام ده هيشجع شعب سوريا ولبنان ان هم يتحرروا من مين؟ من فرنسا. فبتقول يا جماعة انا بحترم رغبات الشعوب في الاستقلال. فالحاجات دي هتخلي الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان يبقى قوي ولا ضعيف؟ لا ضعيف، لان الشعب السوري كده هيعمل ثوره على مين؟ على فرنسا، لان انجلترا بتقول انا بحترم رغبات الشعوب في الايه؟ في الاستقلال. ده انجلترا هتقف مع شعب سوريا ولبنان. فعشان كده بنلاقي ان ادى ذلك لايه؟ لتقويض اضعاف الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان. وهنلاقي بقى، هنشوف دلوقتي استقلال سوريا، سوريا هتاخد استقلالها ازاي. بص اللي حصل ايه، الشعب نزل في الشارع بيطالب بالاستقلال، وامام مطالب الشعب السوري بالاستقلال هنا فرنسا. انت بتتكلم سنه كام؟ 1943. الحرب ما خلصتش، الحرب هتخلص كام؟ خمسة. سنه 43 الحرب لسه شغاله، فرنسا مشغوله بالحرب. هي بقى هتفضل بقى تخمد في ثورات ولا تركز في الحرب؟ في الحرب. في الحرب، هي عايزه تهدي الشعب السوري. فقالت لهم انا هعمل لكم مجلس ايه؟ مجلس نيابي. اعمل لكم مجلس ايه؟ نيابي. ده سنه 43، اعمل لكم مجلس نيابي ويلا اعملوا انتخابات وشوفوا بقى مين رئيس الجمهوريه. فتم اختيار شكري القواطلي رئيسا للايه؟ للجمهوريه. طيب دلوقتي بقى في عندك حكم وطني، بس الكلام ده امتى؟ 1943. فرنسا محتاجه تهدي الدنيا في سوريا. طب 1945 الحرب خلصت، فرنسا اطمنت ان خلاص الحرب خلصت، فبدات تعمل ايه فرنسا؟ قالت انا هستحوذ على السلطه تاني في سوريا وهشيل بقى الحكم الوطني ده خالص. فده امر رفضه شعب سوريا، لا ازاي تشيل الحكم الوطني؟ احنا ما صدقنا. فعملوا ثورات ضد مين؟ ضد فرنسا. ففرنسا قامت بقصف شعب سوريا بالطيارات والدبابات، هتموت الناس، بتضرب بمنتهى العنف. طب وبعدين؟ هنا بنلاقي ان النتيجه اعلان مين؟ البلاد العربيه كلها تأييدها لاستقلال مين؟ لاستقلال سوريا. لاستقلال مين؟ سوريا. كل البلاد العربية وقفت جنب استقلال سوريا. مش بس كده، ده انجلترا زي ما قلت لك اهو، انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وقفوا كمان جانب استقلال مين؟ سوريا، أو بجانب الحركة الوطنية في سوريا. أما فرنسا لقت البلاد العربية كلها واقفة ضدها، انجلترا وأمريكا واقفين ضدها، فدت سوريا الاستقلال في إبريل سنة 1946. مستر الكلام ده مع سوريا، انت ما جبتليش سيره لبنان. تعال بقى نشوف سيره لبنان. نفس الكلام اللي حصل مع سوريا حصل مع مين؟ مع لبنان. افتكر معايا 1943 تم برضه انعقاد مجلس ايه؟ نيابي. نفس الكلام اهو، وفاز رئيس الجمهوريه، فاز مين بقى؟ بشاره الخولي رئيسا للايه؟ للجمهوريه. دي اول حاجه. طيب مين بقى رئيس وزراء؟ رياض الصلح بقى رئيس ايه؟ وزراء. بقى عندك حكم ايه؟ حكم هو وطني.
الشعب بيحكم. ولكن الكلام ده برضو امتى؟ 1943 الحرب شغالة. سنة 1945 الحرب خلصت، فرنسا بدأت قالت انا هرجع سلطتي تاني وهشيل الحكم الايه الوطني تاني، لدرجة ان هي مسكت بشارة الخوري ومسكت رياض الصلح وحبستهم، اعتقلتهم في قرية اسمها راشيا احدى قرى لبنان. فطبعا الشعب اللبناني كله رح نازل في الشارع، فاضطربت البلاد بالثورة ضد فرنسا. طب وبعدين تضامن مع اللبنانيين مين؟ البلاد العربية على رأسهم مصر، امريكا زي ما قلنا برضو، وانجلترا. ففرنسا لقت الوضع كده، راحت اطلقت سراح المعتقلين ورجعت امور الحكم في ايد اللبنانيين تاني، ومشيت عن لبنان سنة 1946 بس كان في شهر ديسمبر. في مشكلة في سوريا لبنان، هنشوف بقى العراق تحت الانتداب البريطاني. قلت لكم تعال نرجع ورا شوية اثناء الحرب العالمية الاولى. انجلترا دخلت العراق ازاي؟ انجلترا كانت موجودة في البصرة جنوب العراق، وبدأت تطرد القوات العثمانية من العراق، خدت بغداد، بعد كده بقت قريبة من موصل، لحد ما تم عقد هدنة مدروس سنة 1918 وأعلنت الدولة العثمانية هزيمتها وانجلترا استولت على كل العراق. طيب في الفترة دي انجلترا كانت بتقول ايه لشعب العراق وهي داخلة العراق؟ ادعت انجلترا اثناء حملاتها العسكرية في العراق انها ما جاءت الا لمحاربة الاتراك العثمانيين، زي نابليون عندنا في مصر، انني ما قدمت اليكم الا ليخلص حقكم من يد الظالمين. نفس الفكرة، التاريخ بيعيد بعضه. وقلت لكم قبل كده لما جينا نبدأ مع بعض في اول منهج، قلت لك التاريخ هتلاقيه بيعيد بعضه بيتكرر، ومع ذلك الناس ما بتفهمش. فادعت انجلترا انها ما جاءت الا لايه؟ لطرد الاتراك العثمانيين من العراق. يعني انت انجلترا مش جايه الاحتلال؟ لا والنبي يا ابني مش جايه الاحتلال، طب خلاص اعمل اللي انت عايزاه انجلترا. فبدات انجلترا تطرد فعلا القوات او الاتراك العثمانيين من العراق. ولكن خلصت الحرب العالميه سنه 1918، الشعب العراقي بيقول لانجلترا يلا يا انجلترا طردت العثمانيين من العراق، يلا امشي يا انجلترا. امشي مين؟ مش ما اتعشى الاول. فبدات بقى انجلترا، فهنا انجلترا طبعا هي أدرك الشعب العراقي أو أدركت العراق إن إنجلترا ما جاءت إلا الاحتلال، وبصوا على سوريا كده لقوا إن سوريا وقعت تحت الإيه؟ الاحتلال الفرنسي أو الانتداب الفرنسي، وشافوا إن فرنسا بدأت تقطع في إيه؟ في سوريا. فهنا بنلاقي إن العراقيين أول ما شافوا كده قالوا يا نهار أسود، ده إنجلترا جاية الاحتلال ثورة. فعملوا ثورة العشرين سنة 1920، ده في نفس التاريخ اهو اللي اتعمل فيه مؤتمر سان ايه؟ ريمو. فهتعال نشوف كده مع بعض عوامل قيام الثورة دي او اسبابها. اسبابها اعلان مين؟ انجلترا. اعلان انجلترا ايه؟ انتدابها على ايه؟ على العراق وفق قرارات مؤتمر سان ايه؟ سان ريمو. فاول ما شافوا ان هم وقعوا خلاص ادركوا ان هم تحت احتلال. مؤتمر سان ريمو بيقول ان ايه؟ العراق تحت الانتداب البريطاني، يعني انجلترا قاعده هنا محتليانا او محتليان، فعشان كده هيعملوا الثوره. طيب تاني حاجه، سنه 1919 فاكرين ثوره 19 في مصر؟ ثوره 1919 في مصر كان لها تاثير كبير في تشجيع الشعوب العربيه ان هم يعملوا ثوره ضد المستعمر، فعشان كده بنلاقي ان شعب العراق اتشجع من اللي عملته مصر وهيعلن ثوره الايه؟ العشرين. احنا عملنا ثوره 19 هم يعملوا ثوره الايه؟ العشرين. دي أسباب قيام ثورة العشرين في العراق. طيب تعال نشوف نتائج الثورة، ركزوا معايا كده. أول حاجة طبعا قلت لك إنجلترا في البداية بتتبع سياسة العنف، طب العنف ما بيجيبش برضو نتيجة في النهاية، لأن ممكن تتبع المقاومة السلبية الكلام ده كله، فهتتجه لسياسة اللين أهدي اللعبة شوية. فإنجلترا هتبتدي تعمل إيه؟ اضطرت إنجلترا للتراجع وقالت انا هتراجع عن سياستي المتشددة دي، وبدأت تعمل ايه؟ قالت انا هعمل لكم حكم وطني. اه والله زي عندنا في مصر كده، فاكرين؟ قالت انا هعمل لكم حكم وطني وانتخابات وبتاع والدنيا دي. وتم تعيين عبد الرحمن الجيلاتي، لا اسمه جيلاني اسف، عبد الرحمن الايه؟ الجيلاني. تم تعيين عبد الرحمن الجيلاني اول حكومة مؤقتة، اول حكومة ايه؟ مؤقتة. طيب تاني حاجة من رئيس الدولة تم إسناد الحكم لفيصل
ابن الشريف ايه؟ حسين. حد فاكره؟ فصل ابن الشريف حسين. فهنا بال فصل ابن الشريف حسين. تم اسناد العرش لفصل ابن الشريف حسين، وتمت له البيعة بإعاز من السلطات البريطانية. طبعا فصل موجود في الحكم، وعبد الرحمن الجيلاني مع الحكومة الوطنية رئيس وزراء، ولكن ده حكم ايه برضو؟ شكلي صوري. من اللي ليه اليد العليا؟ انجلترا. فعشان كده بيقولك بالرغم من ده كله ظلت اليد العليا في يد مين؟ انجلترا او بريطانيا. فهنا الحركة الوطنية العراقية قالت احنا كده ما خدناش استقلالنا، طب هنعمل ايه؟ بدأ يدخلوا في مفاوضات مع مين؟ مع انجلترا. يا انجلترا احنا عايزين نعمل معاهدة. فعملوا معاهدة 1922، ولكن برضو ظلت بريطانيا لها اليد العليا في توجيه البلاد، الحكم الفعلي في ايديها. طب وبعدين فضلوا يعملوا معاهدة ورا التانية ورا التالتة لحد ما عملوا معاهدة 1930. 1930 دي اهم معاهدة فيهم، معاهدة يونيو سنة 1930. بتنص على ايه المعاهدة دي؟ المعاهدة دي اطرفها الحكومة البريطانية مع الحركة الوطنية في العراق. بتنص على ايه؟ على ثلاث حاجات. كم حاجة؟ ثلاثة. انجلترا بتقول استقلال، الله اكبر، وجود، ربنا يستر، حماية. يا نهار اسود، اكيد في حاجة ورا زي بتاع مصر. تعال نشوف كده. يبقى دلوقتي انجلترا اهو خلاص بتعمل معاهدة مع الحركة الوطنية العراقية. بتقول يا جماعة والله بداية القصيدة اهو استقلال، الله اكبر. طيب تاني حاجة هيبقى بس في وجود، ربنا يستر. طب تالت حاجة يبقى في حماية. بتقول استقلال العراق ابتداء من دخولها عزبة الامم، يعني احنا دولة مستقلة طالما ندخل عزبة الامم. قالوا اه، طب حلو ماشي. طب ايه وجود دي؟ قالت احنا بس هيكون لنا وجود لبعض القوات البريطانية في مواقع محددة، زي عندنا في مصر لما كانت قاعدة في قناة الايه؟ قالت برضو انا عايز ابقى موجودة في بعض الاماكن المحددة. نفس السياسة. مش بس كده، قالت انا عايز احمي خطوط المواصلات البريطانية خاصة الجوية. خطوط المواصلات البريطانية خاصة الايه؟ عايز احمي الخط الجوي بتاعي. فانت كده اديت استقلال للعراق؟ لا، في الاستقلال بقى في كده. فعشان كده بيقولك ان ادت معاهدة 1930 طبعا لم تؤدي الى استقلال حقيقي. فعشان كده الشعب العراقي او الحركة الوطنية العراقية بدأت تسعى ان هي تتخلص حتى من المعاهدة دي، احنا لازم نتخلص منها، ده ما ادتناش استقلالنا. طيب ولكن صارت المعاهدة او صارت الحركة الوطنية العراقية بعد كده ببطء شديد. ليه صارت ببطء بعد معاهدة 1930؟ بسبب التلات حاجات دول. اول حاجة بسبب ان كان في صراعات طائفية في العراق. كان في صراعات طائفية فين؟ في العراق. يبقى في برضو زي ما في لبنان. في لبنان برضو في فين؟ في العراق. في صراعات طائفية في العراق كل شوية تقع من وقت للتاني. مش بس كده، ده بنلاقي برضو الصراعات ما بين مين؟ الاحزاب على الحكم. الصراعات بين الاحزاب على ايه؟ حتى الاحزاب اللي موجودة في العراق عمالة تتخانق مع بعضها عشان توصل للحكم. طب خرجوا الاستعمار الاول؟ لا، نوصل للحكم يا حبيبي. خرج الاستعمار لو نوصل للحكم. تالت حاجة بنقول تدخل العشائر لإسقاط وزارة ورفع وزارة أخرى. يعني بنلاقي إن كل شوية في وزارة جات أهو مش راضين عليها، يعملوا ثورة يشيلوها، يجيبوا وزارة تانية، يعملوا ثورة يشيلوها، يجيبوا وزارة تالتة، وهكذا. كان كل شوية في رئيس وزراء جديد. فكده الحال البلد مستقر؟ لا، ده في اضطرابات داخلية في البلد. فاللي استغل الموضوع ده واحد اسمه بكر صدقي. واحد اسمه بكر ايه؟ بكر صدقي. لقى الموضوع كده وفي اضطرابات داخلية، فعمل انقلاب عسكري ومسك هو الحكم. ولكن بنلاقي ان بكر صدقي الحمد لله الحمد لله تم قتله، ورجعت الامور الى ما كانت عليه. بكر صدقي عمل ايه؟ انقلاب. وبعد كده بنلاقي ان تم قتل بكر صدقي ورجعت الامور الى ما كانت عليه لحد ما هتقوم الحرب العالمية كام؟ تعال نشوف الحرب العالمية التانية. العراق أثناء الحرب العالمية التانية، إيه اللي حصل في العراق؟ احنا عارفين ان قامت ثورة في العراق، قلتها لكم من شوية، في سوريا ولبنان. قامت ثورة في العراق اللي هي ثورة رشيد علي الايه؟ الكيلاني. الثورة العراقية بقيادة رشيد علي الايه؟ الكيلاني. اما قامت الثورة دي في العراق، بدأت انجلترا تخاف على نفوذها في العراق، فقالت انا عايز ازود قواتي في العراق. ارادت انجلترا ان تقوي
قوتها فين؟ قوتها في العراق، يعني تزود عدد قوتها في العراق. طب مين المسؤول عن العراق هناك؟ الحكومة العراقية، حكومة حكمة سليمان. حكومة حكمة ايه؟ سليمان. حكومة حكمة سليمان اللي هي الحكومة العراقية. اعترضت حكومة حكمة سليمان، قالت لانجلترا لا مش هتزودي قوتك في العراق. طيب بنلاقي ان الضباط العراقيين بدأوا يتشجعوا ان هم يحاربوا مين؟ انجلترا. لان دلوقتي قلت لك في ثورة قامت، رشيد علي الكيلاني عمل ثورة، فانجلترا قالت انا هزود قوتي في العراق عشان اسيطر على الثوار دول. الحكومة بتاعت العراق اللي هي حكومة حكمة سليمان قالت لا، اعترضت حكومة حكمة سليمان، فالضباط العراقيين انبسطوا فقالوا ده احنا هنحارب انجلترا. هتحاربوا انجلترا؟ انتوا اتجننتوا؟ هتحاربوا انجلترا ازاي؟ قالوا ما هي المانيا هزمت مين؟ فرنسا دلوقتي، والمانيا ان شاء الله هتهزم مين؟ انجلترا، والمانيا هي اللي هتنجدنا في الحرب. مش قلت لك المانيا قالت انا هساعد ثورة رشيد علي الكيلاني؟ فالشعب العراقي او الضباط العراقيين معتقدين ان المانيا هتنجدهم في الحرب وان انجلترا هتخسر، فعشان كده الضباط العراقيين قالوا احنا هنحارب مين؟ انجلترا. ولكن انجلترا انت عارف شقية، انجلترا حركت القوات بتاعتها من منطقة البصرة والاردن وراحت ضربت مين؟ هزمت القوات العراقية او الضباط الايه؟ الضباط العراقيين، وحكومة حكمة سليمان هزمتهم. الكلام ده امتى؟ 1941. طيب الكلام ده اثناء الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية خلصت، رجعت الحركة الوطنية تطالب بالاستقلال تاني، فاللي مسك رئيس وزراء اسمه صالح جبر. اسمه صالح ايه؟ صالح جبر. قال لك انا هدخل في مفاوضات مع انجلترا، وبدا يتكلم مع انجلترا، فعمل معاهده معاها اسمها معاهده بورتسموس. اسمها معاهده ايه؟ بورتسموس. المعاهده دي ما بين صالح جبر رئيس الوزراء الجديد اهو وما بين انجلترا، اتفقوا على ايه؟ اتفقوا قالوا ان بريطانيا بتقول له اهم حاجه استقلال، ماشي انت معاك استقلال وكل حاجه، ولكن انا لازم احتفظ بالقواعد الجويه في العراق. لازم احتفظ بالقواعد الجويه فين؟ طب ما هو كده برده مش استقلال، ما انت برده موجوده، يبقى لم تؤدي الاستقلال حقيقي برده معاهده بورتسموس. فالشعب العراقي عمل ثوره واحتج ضد المعاهده دي وعمل ثوره. طيب فعشان كده فشلت الايه؟ المعاهده. طب ما فشلت المعاهده، سقطت وزاره صالح جبر. طب وبعدين العراق هتاخد استقلالها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بصوا كده، استقلال العراق ودور مصر في استقلال العراق. اللي حصل ايه؟ اللي مسك رئيس وزراء بعد كده واحد اسمه نوري السعيد، واحد اسمه نوري الايه، واحد تاني اللي هو الواصي على العرش وما ذكرلكش اسمه. وجد الثنائي نوري السعيد والواصي على العرش، خليكي معايا، الاثنين دول قالوا هو احنا نحارب انجلترا ليه؟ احنا نعمل ثورة على انجلترا ليه؟ احنا نتفاهم مع انجلترا احسن. ما احنا ما عملنا ثورة من شوية ما نفعتش، انجلترا حركت قواتها من البصرة والاردن وانتصرت علينا، صح؟ فهنا وجد نور السعيد قال لك لا لا لا، احنا نتفاهم مع انجلترا اجدى احسن من الثورة عليها، لان الثورة مش جايبة نتيجة، فاحنا نتفاهم معها احسن. طيب تفاهم مع انجلترا، هتتكلم مع انجلترا، هتعمل معها ايه؟ انجلترا كانت عايزة تعمل حلف اسمه حلف ايه؟ بغداد سنة 1955، فدخلت اللي رفضت مصر انها تدخله، فدخلت العراق في حلف بغداد اللي كان بيضم انجلترا وايران وباكستان وتركيا، دخلت العراق معاهم، وتسمى الحلف باسم حلف ايه؟ بغداد 1955. خلي بالك ده نفس ده مختلف لموقف مين؟ موقف مصر بزعامة جمال عبد الناصر اللي رفع راية التحرر من الايه؟ من الاستعمار، وقال لك انا مش عايز ادخل في احلاف ايه؟ دولية. حتى ساعتها كنت بقول لكم جمال عبد الناصر كان شايف ان الاحلاف الدولية دي احتلال مقنع. يعني ايه؟ يعني انت مدخلني معاك الحلف صح؟ بس لو انت اقوى مني هتسيب قوات على ارضي، ولو سبت قوات على ارضي هتسيطر في سياستي. فعشان كده جمال عبد الناصر قال لك لا 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 مش عايز ادخل في احلاف مع حد. ده طبعا مختلف عن موقف مين؟ العراق. العراق دخلت في حلف بغداد. فعشان كده بنلاقي ان ده مختلف لموقف مصر اللي رفعت راية التحرر من الاستعمار، مش عايزين احلاف دولية، وكمان تبنت سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز لاي من الكتلتين زي ما احنا كنا قايلين قبل كده. طبعا المبادئ اللي تبنتها مصر دي اثرت في العراق. العراقيين قالوا ده في ثورة 23 يوليو قامت في مصر،
والمبادئ بتاعتها 1-2-3 ولغوا النظام الملكي واعلنوا الايه الجمهوريه وعملوا اتفاقيه الجلاء ومشوا انجلترا من البلد. احنا كمان هنعمل كده. ولان المبادئ دي اسهمت في تشجيع حركه المعارضه في العراق، فهنلاقي ان الشعب العراقي عمل ثوره برضه في شهر يوليو بس سنه 1958، والثوره دي لغت الملكيه واعلنت الايه الجمهوريه. وبعد ما اعلنت الجمهوريه انسحبت العراق من حلف ايه بغداد، وكده بقت العراق دوله ايه دوله مستقله. وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده وانتهينا من الفصل الكام السادس. الحصه الجايه ان شاء الله الفصل السابع، وده من اهم فصول المنهج عندك زي التاني كده، طويل شويه ولكن هو ممتع في دراسته لانه هتعرف حاجات انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجه في التاريخ الحديث. ان شاء الله اشوفكم المحاضره الايه الجايه. سلام عليكم.